نشد حيلنا كده يا شباب، نذاكر ونبذل أقصى ما عندنا كالعادة. واوعى تنسى إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. أدام غامرت في شرف ابذل أقصى ما عندك لتحقيق هذا الشرف والعزة، العزة لنفسك ولأهلك ولمجتمعك ولدينك. كن دايما زي ما احنا بنقول شامة في الناس رمزا ملهمة، بتجتهد بتبذل أقصى ما عندك. اوعى تتكاسل، هنفضل وراك كده ونزلنا على دماغك. قصرة النصح، احنا بننصحك كتير وبنقول لك اجتهد واعمل شغلك وما تقلقش يا بطل، احنا معاك وفي ظهرك دايما بود وبحب. اجتهدوا يا جماعة، ابذلوا اقصى ما عندكم زي ما قلنا، وبإذن الله ان شاء الله ربنا هيوفقكم لكل خير.